تخيل أنك ضحية جريمة ارتكبها شخص من بلد آخر، كيف يمكن للشرطة أن تلقي القبض عليه؟ الانتربول أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، هذا اسمها الكامل. هي منظمة حكومية دولية فيها 194 بلدا عضوا. تاريخ الميلاد 1971. المقر مدينة ليون في فرنسا. المهمة أن تساعد أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معا لجعل العالم مكانا أكثر أمانا حتى في غياب العلاقات الدبلوماسية. لهذا فإن هذه المنظمة تمكن البلدان من تبادل البيانات وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليهم وتقديم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكال. هذه المنظمة توفر للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات، فهي أيضا لديها 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة. ويتبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين ويتعاونون فيما بينهم في مكافحة الجرائم الدولية مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة، حيث أن أهم الجرائم التي تعمل منظمة الانتربول على مكافحتها مثل المنظمات الإجرامية والمخدرات والإجرام المالي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة والإخلال بالأمن العام والإرهاب والاتجار في البشر، وكذلك ملاحقة الفارين من وجه العدالة من خلال أهم نشرة هي النشرة الحمراء. حديثا نجحت الشرطة الدولية الانتربول بالتعاون مع أجهزة أمنية في عشرات الدول في تنفيذ عملية هي الأكبر تطورا والأكثر تطورا لمكافحة الجريمة المنظمة حول العالم، في عملية أطلق عليها في أستراليا اسم Iron Side، وفي سائر أنحاء العالم أطلق عليها اسم درع طروادة. هذه الحركة وهذه الحملة نجحت منذ انطلاقها قبل 3 سنوات في تفكيك آلاف الاتصالات المشفرة بين شبكات إجرامية لحظة حصولها، حيث اعترضت أجهزة إنفاذ القانون المنضوية في هذا التحالف والمنتشرة في العديد من دول أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا هذا الكم الهائل من الرسائل المشفرة بفضل تطبيق يسمى INOM، استخدمه مجرمون في جميع أنحاء العالم للتواصل بطريقة مشفرة في بينهم. والآن السؤال، كيف تتعاون عمليا الدول مع بعضها البعض؟ منظمة الانتربول تصدر نشرات تسمى نشرات الانتربول، وهي مختلفة بحسب اللون. فهناك النشرة الحمراء الغرض منها البحث عن مكان شخص ما مطلوب وتوقيفه لمحاكمته أو ليقضي عقوبته. هناك أيضا النشرة الصفراء الغرض منها المساعدة في العثور على شخص مفقود غالبا ما يكون قاصرا، أو المساعدة في التعرف على شخص غير قادر على تقديم معلومات شخصية عن نفسه. هناك نشرة أخرى تسمى النشرة الزرقاء، الغرض منها جمع معلومات إضافية عن هوية الشخص أو موقعه أو ما فعله من أنشطة متعلقة بجريمة ما. بالمقابل الانتربول يصدر نشرة أخرى تسمى النشرة السوداء، الغرض منها الحصول على معلومات عن جثث مجهولة الهوية. وهناك نشرة تسمى النشرة الخضراء، الغرض منها التنبيه إلى أنشطة إجرامية ارتكبها شخص ما إذا كان هذا الشخص يعتبر خطرا محتملا على السلامة العامة. الانتربول يصدر أيضا نشرة تسمى النشرة البرتقالية، الغرض منها التنبيه إلى حدث أو شخص أو شيء أو عمل يشكل خطرا داهما على السلامة العامة أو تهديدا وشيكا لها. وبالمقابل هناك نشرة تسمى النشرة البنفسجية، الغرض منها توفير معلومات عما يستخدمه المجرمون من أساليب إجرامية وأغراض وأجهزة ووسائل إخفاء. باختصار أستطيع أن أقول أن العالم لا يستطيع أن يستمر في مكافحة الجريمة من دون وجود منظمة الإنتربول. هذا مسألة